كيفاش دابا تتعيشوا؟ ما كنعيشوا بس ما كان ما كنقضيو صافي ما الحمد لله والشكر لله. الحمد لله شري نقول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ما خدام راجلي ما خدام انا راه الراجل مريض راه هو جالس انا غنمشي كندير باني انا تسنى جالسه مقابلهم ما عنديش كي ندير وما عنديش اللي يرفع عليا ما حتى شي حاجه. اعوذ بكلمه الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمه الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمه الله التامات من شر ما خلق. انت مطلب لي الله يرحم والديك. ما عنديش الامكانيات باش ندي راجلي لعند شي واحد ما عندي لا باش ندي لا في ترونسبور لا شي حاجه ما عنديش ما في حاليش ما عنديش انا كنخليك وكنبقى نشوف فيه الله غيجيب الله خير غيجيب الله خير لازم نتصل بكم شي رقيق قال تجيبي ما عندي اتصلت بهم وطلبتهم قالوا لي جيبي ولكن ما عنديش باش ندي يا اخواني الا كان شي واحد متطوع عنده السياره ديالو ممكن انه يتطوع في هذا الاتجاه الله يرحم ليه الوالدين شي واحد اللي يديهم وله الاجر الله يجازي بخير المحسنين اللي قدر الناس اللي التحقوا بنا هذه اسره تتعاني عند الراجل عنده واحد المس والبنت هي تاهي عندها المس والزوجه هي اللي مقابلهم وظروفهم الماديه الله يحسن العوان هو كان خدام في واحد المخبازه دابا حاليا راه من بعد المرض راه غير الدار يعني اسره تعيش واحد الظروف جد صعبه والاصعب هو ان هي ان البنت تخرج من الدار مريضه يعني داكشي اللي فيها المس قال لك تيخرج تعرفت انت بشي مره قال لك دابا ملي دارت عنده واحد الرقيره ولات شويه وبنت باقا صغيره البنت باقا صغيره تنخاف عليها دابا ملي كتخرج تنخاف عليها راكم عارفين تكرفس بزاف الحوايج يوقعوا ليها تنخاف على بنتي بزاف والمحسنين يتعاونوا معايا اللي في القلوب الرحيم يتعاونوا معايا وانا اللي كنهضر معاك راه مع عائشه لا 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 تنطلب تساعدو معايا من 2011 هو تيعاني يعني ما فيش هاد الشيء هذا بحال هكا كان كيعاني على صحتو المهم كيضعف ما تيضعف بزاف تبقاو فيها العظومه ومهم كيولي مسكين حالته مغيب وبزاف الحوايج وكنت كندي نتبع ليه في السويسي وداك الشيء المهم راه عندي كلشي هنايا الوراق ما تلقى عنده حتى شي اعراض يعني واخا تنتبع ليه داك الشيء ما تلقى عنده حتى شي اعراض وبقى بحال ما كان مسكين تيعاني بقى بحال هكا يعني حتى دابا من العيد الكبير هذا العيد الكبير هذا عاد باش راجلي ولا في هاد الحاله هادي غيب ليا 5 ايام بحال اللي مات 5 ايام بحال اللي مات كيبقى القلب ديالو اللي كيزدح قلب يعني يعني كيولي جامد كارم كان لما قلبت لا ما تيتعطل حتى شي حاجه لا هذا السحر دار ليا لي صنع حيت راه هو البنت هو البنتي ماشي هو بوحده هو البنت وانا زورونا على الصفحه الرسميه وضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد